عائشة سالم، حياك الله أختي عائشة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الله يعافيك، عندي أول ما تزوجت هذه رؤية؟ إيه يسمعك لا الشيخ. لا أنا بعد زواجي قمت أتحلم، يعني قامت تصير في البداية ما كان في مشاكل يعني على أول شهر، بس عقبها قمت أتحلم يعني مع بداية المشاكل بقطاوة، أتحلم إن في قطوة، تحلمت بقطوة كانت عيونها تتقلب ألوان أخضر أصفر كذي، وهذه القطوة تلاحقني يعني تاخذ أخباري وتوصلها، يعني مثلا أخوي الكبير أخاف منه، كنت أخذت شغلة منه وفجأة دق علي قال لي ليش ما أخذت شغلي؟ قلت له شلراك؟ قال هذه القطوة تقول لي. ومرة تحلمت إني كأني معزومة على عرس كذي وحفلة، وأنا طالعة كان في باب، فتحت الباب يعني وفي درج نازل، من فتحت الباب في شيء دخل، قلت في شيء دخل؟ قالوا لا ما في، قلت في شيء دخل، متأكدة إن في شيء دخل؟ قالوا ماكو، جت حماتي قالت خذ زوجي، قالت ما في شيء، تصدقيني في شيء، ولا مثل القطوة السوداء دخل تحت ثيابي وماسكة بفخذي حيل، حاولت تجرها هي وزوجي ما طلعت، وقمت وأنا يعني متضايقة حيل من الحلم، وسبحان الله هالمرة جت زعلة وأزعل مع زوجي، أقعد فترة طويلة ببيت أهلي، وأرجع شهرين ونفس الطريقة وأرجع، وفي مرة أنا زعلانة في بيت أهلي قرأت سبحان الله أذكار السحر والحسد وكذي ونمت، وأنا نايمة يعني في غرفة النوم نفسها الباب مفتوح، وكأني أشوف أن القطوة نفسها في الممر جاية تطالعني، قطوة سوداء تمشي في الممر تشوفني، وقمت من حلمي، وسبحان الله في فترة يعني الأخيرة بعدها تحللت أن في شق بابنا باب البيت في نفس الزاوية مثل الزاوية في مثل الأمل، قال هذا مثل بيت العنكبوت، يوم شفت اللي في مثل الأمل لي واخذه أعطيته مرت أخوي، قلت لها خلي ترى هذا عمل لي وبرجع وإن شاء الله أنا بفكها يعني بقرأ لف وفكها، وسبحان الله ونسيت ورحت لهيت في الدنيا ونسيت في إيدها وخليتها وقمت وقلت إنه ما فتشيتها انتهت الرؤية والحين سبحان الله صار الطلاق بيني وبين زوجي وأنا في العدة، وسبحان الله لو يعني أفكر ما في سبب واضح، ولا هو يدري ولا أدري، إلا سبحان الله كانت تجي ضيقة من البيت، ما من يشوفني سبحان الله ضيقة ضيقة ضيقة، يقول أنا في ضيقة منك، حس هذا الجماع ما يداني. أختي عائشة، الرؤية هذه قبل الطلاق ولا بعد؟ لا كله قبل الطلاق، الحين عقب الطلاق ما يعني سبحان الله ما شفت. نعم. انتهت يا عائشة؟ إي والله بس. كم عمرك يا عائشة؟ 26. الله يحفظك، قبل الزواج كنتي تعبانة؟ تعبانة لا الحمد لله ما انت ما تشتكي من ألم أسفل الظهر؟ الحين أنا ألم ظهري أنا ما أقدر أقعد منه هذا قبل الزواج قبل الزواج لا ولا الحمد ولا شيء أبدا الحمد لله لا شيء. الرؤية التي رأيتيها في القطوة هذه السوداء طيب هل في امرأة تضايق منها؟ في امرأة تضايق منها من أقاربكم؟ في حرمة تضايق منها؟ في حرمة؟ لا والله ما أتضايق منها. خلنا أكمل لك وبعدين تكلم على كيفك. على خير. شوفي أختي بارك الله فيك، انصدقت هذه الرؤى كلها. أنا قلت لك أنت قبل الزواج قلتي لي لا، ما العلم أنا الله أعلم أن الرؤية الأخيرة دلت أنك أنت قبل الزواج عندك ضيق وعندك ألم في أسفل الظهر وعندك يعني خاصة إذا كتبوا لك أو أحد تقدم لك في الزواج تعطيك ضيقة بارك الله فيك، لكن الرؤية التي فيها القطة السوداء فتوقع هو حسد امرأة، أتوقع هو حسد امرأة أصابكم، والجزء الأكبر يقع عليك، الجزء الأكبر يقع عليك، وأيضا الزوج هم متأثر، لكن هو اجتماعك لما تجتمعون مع بعض هذا الحسد يعمل، هذا الحسد يعمل، أما كونك رأيتي السحر في الرؤية ليس هناك سحر، لكن هناك الله يحفظك أمر الحقيقة، أنت كنت تتفننين بحياتك مع زوجك، وكنت تخلصين فعلا حتى ان البيت يعني يثب فيه الامن، وللاسف كنت تقولين حق هذه المراه ما يصير داخل حياتك وداخل غرفتك وداخل بيتك، فاتت هذه الامور عكسيه عليك، فهمتي يا اختي؟ ولكن انا اسالك تقولين لا ما في امراه تضايق منها، انا اقول لك في حرمه اذا رايتيها تعطيك ضيقه في صدرك او يطق قلبك بسرعه، يضرب قلبك بسرعه، فاذا انتبهتي لهذا الشيء الله اعلم انك انت محسوده انت وزوجك والله اعلم. والحل يا شيخ الرقية أنا بذل رب العالمين كل يوم أقرأ على نفسي، بس الزوج يستوفي يعني ما يقرأ يعني يقرأ البقرة مثلا ورق صفحة صفحتين وما يكمل. اذهب إلى راقي الله كريم يا رب. بس يعني بس الرقية عند شيخ
نعم. أنت تقرأين سورة البقرة أختي عائشة؟ والله أنا كنت أقرأ مثلا يعني أواصل فيها 5 أيام 6 أيام. والآن أقصد أواجه. الآن الحين لا والله ما قاعدة. لازم تقرأين سورة البقرة، السورة الكاشفة إن شاء الله. شكرا الله، شكرا أختي عائشة. الله يعافيك، بس أقدر أحاول لو أخذ المرة هذه يعني أخذ من سورة شيء ينفع؟ تعرفين أنت؟ والله ما عندي إلا رفيجاتي يعني هم اللي أقول لهم كل شيء. لا أنت شوف المرة لما تقابلينها تصيبك ضيقة بارك الله فيك، لما تقابلين الله يعافيك. نعم. ما يعني ترشح لي شيخ أروح له؟ بل ما شاء الله عندك أبو حاتم منطقة العاشرة ما شاء الله. أنت أي منطقة؟ لا والله أنا في حولي. إن شاء الله. أجيها أنا ما الكويت من صغيرة ما هذا، بس إني والله بس أبي واحد يعني يكون ابن حلال وكذي. إن شاء الله أروح لأبو حاتم فيه خير بإذن الله سبحانه. الله يسلمك الله يعافيك. أختي عائشة. هلا يا أخي. شكرا على الاتصال. الله يعافيك. عندك حلم غيره؟ لا الله يعافيك. الله يحفظك، شكرا اختي عائشه. شيخي على ذكر يعني ذكر القريبه التي وردتني رؤيا تقول فيها اني رايت زوجه اخي معها ثعبان اسود له انياب وينزل منه سم، فكانت تفر فيه بالبيت ويخرج منه سم علينا بعد على الاهل. الشيخة هي تقول زوجة أخي، ما رأيك يا شيخ مسألة الأقارب أليست هذه من الشياطين حتى توقع البغضاء بين الناس؟ نعم ما فضلت بارك الله فيك، الشياطين تحاول تربط بين العائلات، تحاول تفرق بينهم، تحاول تدعي بأن يعني يأتيك رؤية مثلا تقول فلانة تضع لي السحر، شوف رؤية الأخت هذه وضعت لها السحر، بالعكس ما في السحر بإذن الله سبحانه، إنما هي فيها حسن، ولكن الشيطان يريد بأن يفرق بينك وبيني، كيف يفرق؟ فيأتي بالرؤية بأنك تسحرني أو تضربني أو تخنقني أو كذا، يعني مثل واحدة من الأخوات تقول دائما والدي يخنقني، دائما والدي يخنقني، هل معقول الوالد يأذي البنت أو يسحرها؟ إذا كان المعبر هذا غير يعني فاهم راح يقول لك والله والدك هو اللي عمل لك السحر أو حسدك، فيجب على المعبر بأن لا ينطق بالأسماء فلانة سحرتك أو أخيك أو شقي أو زوجة أخيك أو فلانة، لا ينبغي على المعبر لأن هي أصلا ظنية قد تقع ولا تقع، قد تصدق أو لا تصدق، فأنت فرقت بين الأسرة، لا أنت فرقت بين الأسرة على شيء ظني. فهذا وكنت بدور السحرة الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيفرقون به بين المرء وزوجه، يعني كل زوجين اثنين هم السحرة يفرقون، فالإنسان في الشيطان عادة ما يوقع التفريق بين الناس في الرؤى والأحلام، هذا هو عمل الشياطين، هو الساحر أصلا يستمد عمله من الشياطين. نعم شيخي هذه رؤية مهمة، الأخت حرصت على أن أقرأها عليك. تقول تحلمت كأنني قاعدة على سرير في غرفة المعيشة في بيتنا، ودخلت علي الشغالة أو إحدى أخواتي ما أدري، تقول إلا أنهم جايبين لي أغراض من شخص معروف، الأغراض هذه فيها ساعته الشخصية ونقالة والكمبيوتر، والنقال مكتوب عليه ملزق عليه لزقة مكتوب عليه اسمحي لي ما لقيت غيره أو ما لقيت إلا هذا اسمحي لي. تقول أخذتها وقلت أنا بعد مرسلة تليفوني واللابتوب حقي له، يعني هي أرسلت بعد بدورها لهذا الشخص المعروف. صدقت هذه الرؤية والله أعلم، بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتيها بإذن الله خبر سار، وقد أيضا تحصل على منفعة في الدنيا. نعم. يعني فيه الظاهر عندها يعني شيء تنتظره أو أن يعني منفعة سواء وظيفة أو مال أو يعني شيء يخص حياتها الدنيوية ستتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الرؤية والله أعلم. طيب ما هو دور الشخص الشيخ المعروف اللي تقول شخص معروف؟ لا ما له دخل هذا. شكرا شيخي. أنوار محمد معنا اتصال. نعم. الأخت أنوار محمد حياك الله. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا تحلمت أن أبوي أعطاني ورقة بالحلم صفرة صغيرة. أي قال لي هاتش هذه الورقة الله يستر، لما بطلتها لقيت مكتوب 3/3/1933 ومن فوق مكتوب صفر 1900
1933 صفر من فوق. لون الورقة، لون الورقة. ايه بالورقة لونها صفرة صغيرة. نعم. الورقة العادية الصغيرة. نعم. ايه وبالحلم تحلمت بعد بالحلم دقيت على مفسر، كان يقول ابوي الله يستر دق يعني فسري، لما فسرت بالحلم قال لي ان هذا عرس اختك. نعم. عرس اختي يعني، وذكر اسم اختي آمنة. نعم. انتهت؟ اي بس. متى هذه الرؤية؟ يعني شهر كذي اقل كذي. كيف صحتك الله يحفظك؟ نعم. صحتك كيفها؟ انت اخذت الورقة؟ اي انا اللي اخذت الورقة. كيف صحتك؟ الحمد لله زينة بخير. انت وصلك خبر يعني، والخبر هذا يعني كدر خاطرك؟ لا لا ابدا. لا لا الله اعلم من صدقة هذه الرؤيا، فانا اتوقع والله اعلم لو انت تاكدتي من نفسك فانه خبر ان يصلك هذا الخبر، لكنه يكدر خاطرك يعني ليس فيه سرور لكنه يضيق خلقك، وكانه عن امراه مريضه، كانه عن امراه مريضه. لكن هذه المراه باذن الله سبحانه وتعالى اسال الله ان يشفيها ويعافيها، لها شفاء ان شاء الله، ولكن لكن الخبر يصلك قبل ليس مؤكد، لكن ان شاء الله ان الله يوسع عليك بعد هذا الخبر باذن الله سبحانه وتعالى والله اعلم. في عندكم امراه مريضه اختي؟ لا الحمد لله عادي ما عندي. الوالد اعطاك الورقه الصفراء؟ ابوي اللي اعطاني اياها. حي ابوك اختي؟ اي حي الحمد لله. زين الورقه الصفراء دال فيها ده فيها تاكد يعني انت ما وصلك خبر يعني يكدر خاطرك ابدا؟ لا عادي يعني ما في خبر كده. طبعا اختي يعني اختي انوار. نعم. الحياة مليئة في الأخبار غير سارة والسارة، وهذه يعني قل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، في مشقة من الأخبار من المشاكل، فقد يكون والله أعلم على قول الشيخ أن هناك خبر سيأتيك غير مفرح، وإن شاء الله ما يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت ما عملتي فحص طبي؟ أنت ما عملتي فحص طبي أبدا؟ نعم. أنت ما عملتي فحص طبي بارك الله فيك؟ بلى بس ما فين يعني إلا اللهم الأوجاع يعني الطبيعية عادي. إن شاء الله. أنت لو بس تسمعين كلامي كان إن شاء الله إحنا أصبنا بالرؤية. أخويتي أنت الورقة الصفراء هذه كنت تظنين خايفة من شيء، لكن وصلك هذا الخبر يعني كنت قبل الخبر هذا متكدرة، ولكن بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى كأن الله وسع عليك، خفتي من شيء لكن الله سبحانه وتعالى وسع عليك بعد هذه الورقة بعد هذه الرؤية. انا متاكد صح. انا الان تقولين صح، انا متاكد انك انت كنت تعاني. اي بس مو مرض ولا شيء يعني عادي. لا ان شاء الله هو انا ما اقول مرض. كنت شاكه بشيء الله يهديك، كنت شاكه بشيء. صح ولا لا؟ اي عادي. ليش ما قلتي ان الله يهديك؟ الله يحفظك اختي انوار. عندك غير الحلم هذا؟ لا لا بس. الله يحفظك اختي انوار، شكرا على الاتصال. شيخي قبل ان اخذ هذه الرؤيه، سمعت انه كذلك اتصلت الاخت اريج يعني بالحلقه السابقه حول اقامه مؤتمرات ولقاءات لمعبري الرؤى. شيخ هل فيه فائده من اقامه هذه اللقاءات والمؤتمرات؟ لها فائده على المعبر نفسه وعلى المجتمع؟ والله شيخنا ابو حاتم المشكله تكمن وين المعبر؟ تكمن وين المعبر الصادق؟ وين المعبر اللي يتصدى لهذه الأمور، لهذا الباب العظيم؟ لكن في هذا الزمن اختلط الحابل بالنابل، وصارت منها قسم تجارة، وصار منها قسم حب الشهرة، وصار منها قسم تلزق بالمشيخة أو كذا وهذا. لكن سؤالك أنا ودي أجيب عليه بس مو الآن الحقيقة، يعني سؤالك هذا مهم، بس إن شاء الله في بحث الآن يعدونا بعض المشايخ إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن تكون هناك لجنة تضبط المعبرين حتى لا يظهر في أي قناة معبر يعني قد يعني يوهم الناس بأنه معبر، أو سواء أنا أو غيري يعني ممكن هذا يضيع الأمة، يضيع الناس. يعني الآن ما شاء الله بعض الناس يتلاعبون في تأويل أحلام العالم، النساء والرجال، يعني هو جالس على كرسي أو نايم أو في سيارة عطل يعبر لها كأنه سبحان الله يعني فاهم. نعم. وهذا ينطبق يا شيخ بعد كذلك على الرقية الشرعية. شيخ أنا كلمني البارح واحد من الأخوان أن أحد المشايخ يطلع للبيت 150 دينار بس علشان أطلع في قناة أحد القنوات، صار يتصل عليه ويخرج للبيوت 150 دينار.
كارثة يا شيخ، وهؤلاء